السلام عليكم، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ اليوم بصور كيا سيراتو، بما انها سياره منتشره في كل مكان في العالم، واحنا عندنا متابعين في كل مكان في العالم. هذه سياره مناسبه، سعرها مناسب، تقريبا 60,000 ريال، اللي هو 16,000 دولار. ناخذ لفه سريعه على السياره، شوف مواصفاتها. مثل ما قلت بسوي سحب على هواوي واي فاي، اللي ودي يدخل في السحب يسجل ايميله تحت في الكومنتات. Thank you very much. هذه هي سيراتو، سيارة حجمها تقريبا وسط. الظاهر انها فول اوبشن، جنوطها 2055R 16، جنطها 16، وصرفيتها 15.2، يعني ممتازة. النوع هذا ما في دخول ذكي. ما شاء الله حلوة السيارة من جوا. هذا شكل الطبلون، يعني انسيابية ومريحة، سيارة عملية يعني حقت استخدام يومي. شوف مواصفاتها، فيها درج يعني مو بوسيع مرة. القزاز كله عادي، ما في الأوتو. هذا قفل السيارة، قفل البيبان، هذا قفل التحكم في المرايات. وهنا عندك تراكشن كنترول وضغط الكفرات. تعجبني الحركة هذه، مكيف، كنا مكيف طيارة. فيها مثبت سرعة، هذا مثبت السرعة هنا، ريسيت، تريب، هنا التحكم في الشاشة، والبلوتوث، تليفون. الهاند بريك عادي، مش الكتروني مثل باقي السيارات. غير اوتوماتيك، في تبترونيك. تحت هنا عندك USB 12 فولت و AUX. هذا التحكم المكيف، وهذه الشاشة صغيرة ما فيها نافيجيشن. يعني سيارة حلوة، فيها فتحة فوق نتحكم بالفتحة. هذا ينصك اللي ما يبي الشمس تدخل عليه. يعني حلو هذا منظر السيارة والواحد يسوق. حجمها حلو من جوا، يعني ما هي ضيقة ولا هي بوسيعة مرة. هنا عندك 2 كب هولدر. الزين فيها هنا فيها جهتين للتخزين، هذه فوق هنا في جهة للتخزين، وهنا تحت فيها جهة ثانية. والدرج هذا مو كبير مرة. شوف السيارة من الخلف، حلو، فيها مكيف خلفي. السيارة مي بوسيعة مرة، يعني هذا شكلها من الخلف طبلان. هذه السيارة حقت شخصي بسيارة عملية، سعرها تقريبا في 60,000. هذه قيمتها 63,000، لأن فيها أوبشنز، فتحة في السقف وجنوط ومثبت سرعة ومواصفات ثانية، بس أتوقع ستاندرد تطلع أرخص. يعني سيارة شبه بيسك بس يعني حلوة.
هذا اللي يفتح الشنطة. شوف الشنطة شلون مسيعة. يعني حجمها حلو. شوف بطاقة المعلومات سيراته 1.6 أربعة سلندر 128 حصان. سعر السيارة هذه 63,900 مع المصاريف الثانية والضريبة 68,230 ريال. يجي معها ضمان 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. هذه لفة سريعة على كيا سيراتو. اللي عنده أي أسئلة أو استفسارات ممكن يراسلني ويكتب لي في الكومنتات تحت. Thank you very much.